في أول معناها محاضرة باللغة العربية. نشكر زملائي زاك إيريت وعلى الحضور، ونشكر زميلي فانسون أكا على الحضور وعلى المشاركة معنا، ونشكر زميلي وأخي شريف حلاوة اللي باش يرافقني في المحاضرة باللغة العربية من مصر، وإن شاء الله معناها تكون الإفادة للجميع. ويعني هذه بكل صراحة نشكر الاتحاد الدولي على إتاح الفرصة ولجنة التطوير على إتاح الفرصة لكل الدول العربية، من حكام، من مدربين، من لاعبين، للمشاركة في هذه المحاضرات اللي بإذن الله باش تكون مسترسلة حاليا حتى شهر 9 كل أسبوع. نشكرهم معناها شكر جزيل على إتاحة الفرصة، وإن شاء الله إحنا نكون معناها جاهزين باش نقدموا لكم أفضل ما ثم. ونحب نقول شيء اللي ممكن الناس ما تعرفش بعض أحيان، لأني أنا نقدم كل أسبوع في المحاضرات بالفرنسية، وقدمت حتى بالإنجليزية صحبة زميلي إبراهيم تشوغلو، ولكن الناس ما شفناش حضور عربي كبير على المحاضرات بالفرنسي. المشكل إنه إحنا مناش ندرس في القانون، القانون العناوين متاع القوانين اللي زارتيك اللي موجودين بكتاب القانون هي تحكي على القانون، ولكن احنا اليوم نشرح في القانون الاشياء اللي ما تجدهاش انت بكتاب القانون. احنا نحكي اشياء ونشرح اشياء انت ما توجدهاش بكتاب القانون. هذا اللي نحب نبين انا للحكام ونبين للناس، انه الاشياء اللي نشرحها احنا ما توجدهاش بكتاب القانون. وفي كتاب، وبعض احيان في اللي يقول لك انا والله ما وجدتش الوقت ونتابع بعدين. لا، كيف تتابع بعدين؟ ما تقدرش تسالني على المباشر، احنا كيف نكون على المباشر تنجم تسالني وتستفاد انا نجاوبك على المباشر، ولكن انت لما تتفرج بعدين ما عندكش فرصه انك تسال. هذا اللي نحب نقول. نمرر الكلمه باش يرحب بكم السيد شريف حلاوه، ونرجع نواصل ان شاء الله للمحاضره بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الحاج كمال أبو عزيز، شكرا مستر زاك إيريت، مستر فانسنت أكا، شكرا جزيلا ليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا زملائي وإخواني من الحكام العرب والمدربين في كل مكان. أنا شريف علي حلاوة، عمري 38 سنة، حكم دولي في الدرجة الأولى الممتازة، وأحد الإديوكيتور التابعين للاتحاد الدولي للمصارعة من 2017. تحية عربية صادقة للجميع، ليكم جميعا. سعيد جدا وإحنا بنقدم النهاردة لأول يوم أول ويبينار باللغة العربية من الاتحاد الدولي للمصارعة. الأمر اللي يعني اللي بنشكر عليه جزير الشكر لأستاذنا الحاج كمال أبو عزيز، نائب رئيس لجنة الحكام الدولية ورئيس لجنة الحكام العرب، على المجهود اللي اتعمل في الموضوع ده. أحب أشكر الاتحاد الدولي للمصارعة على المبادرة دي. شكرا للديفلوبمنت ديبارتمنت، للجنه التطوير بالاتحاد الدولي، شكرا للسبورت ديبارتمنت، للجنه الرياضه بالاتحاد الدولي، شكرا للاتحاد العربي للمصارعه، وشكرا لكل الحكام والمدربين العرب اللي ساهموا وطلبوا في هذا الامر. وطبعا يعني بعيد وبكرر الشكر تاني للحاج كمال ابو عزيز استاذنا وفخر كل الحكام العرب، لانه لولا ما كان ابدا يعني الموضوع ده يتعمل، وهو صاحب فضل على كل الحكام العرب وصاحب فضل في ان الويبينار ده يتقدم باللغه العربيه. انا يعني سعيد جدا ان اكون معاكم النهارده مع استاذنا الحاج كمال. والندوه النهارده او المحاضره النهارده بتتكلم عن اساسيات تسجيل النقاط، ودي احد الانترودكشن تو ريفرين كورس اللي هي المقدمه عن التحكيم، يعني اساسيات التحكيم. ودي هتكون حاجه مفيده جدا مش بس للحكام ولا حتى الحكام الدوليين، هتبقى مفيده للحكام الدوليين والمدربين وللاعبين كمان.
وشكرا جزيلا، وبرجع الكلمه للاستاذ كمال ابو عزيز بحيث نبدا في الويبينار. شكرا يا شريف. باش نبدا يعني بالخطفه الاولى هذه او بالحركه الاولى، بكم نقطه تقيم هذه الخطفه؟ نعاود إذا كانت تحبوا تعاودوا تشوفوا الخطفة هذه مرة ثانية تشوفوها، ولكن سامحوني تشوفوا الخطفة هذه. لا فيه هون سؤال وجواب، يظهر لي بدايه الاجوبه ولا لا؟ حابوا يشوفوا الاجوبه لو فيه اجوبه. في بعض الاجابات وصلت، اجابات بسيطه. في بعض الناس قالت نقطتين للأحمر، وفي بعض الناس قالت نقطتين، نقطة للأحمر ونقطتين للأزرق، وفي ناس قالت 4 نقاط للأزرق ونقطة للأحمر، 2 أزرق وواحد أحمر. عندنا أربع إجابات لغاية دلوقتي. شوفوا وانت حاسب رايك كم يا شريف؟ اكيد 2 احمر يا حاج، الاحمر هو اللي بينفذ لوحده. في هنا كمان 2 ازرق وواحد احمر. نشوفه. هي دي الهدف الاساسي من الخطفه ويبينار، ان الناس تعرف ايه هي المعايير والاساسيات اللي احنا هنقيم عليها الخطفة. بالضبط. احنا باش الخطفة باش نشرح الخطفة، قال المصري بشويش. نشوفوا مين المهاجم هون. اللي عمل الهجوم هو اللاعب الاحمر اللي راح للرجل، صار فيه كونتر اتاك، خطفه مضاده. الخطفه المضاده كانت منين؟ كانت من اللاعب الازرق. هذه الهجوم من اللاعب الاحمر راح على الرجل، ولكن اللي عمل الكونتر اتاك هو اللاعب الازرق. متفاهمين؟ لحد الآن كم فيه من نقطة؟ لحد الآن فيه نقطتين أزرق، صح ولا لا؟ سمعني يا شريف؟ أي حد فيه نقطتين أزرق. الأزرق إيش هو اللي فيه؟ بعدين فيه نقطة أحمر، يعني الحركة فيها 2-1، صحيح ولا؟ 2 للأزرق 1 أحمر. بالضبط. العملية باينة أنها 2-1 للأحمر، ويظهر لي فيه حكام ولا مشاركين أداوا نقطتين 2-1، صح ولا لا؟ صحيح. يعطيهم الصح، مشكورين. رغم أنه ورغم انه الحكم ادى 4-1، ولكن في العمليه ذي شنو اللي صار؟ صار قاضي ادى 4-1.
بالضبط القاضي ده 4-1، اللي في العمليه دي صارت كونسلتيشن فهمتني، ومعناها نادى رئيس البساط للقاضي او نشوفوه معناها وقف من مكانه وراح باش يروح على رئيس البساط لتصحيح الوضع اللي هو 2-1. اوكي نشوفوا الان شنو هي المعايير، شنو الاهداف، الهدف من الكورس نتاع اليوم، يعني من المحاضره نتاع اليوم. الاهداف التعرف على المعايير الاساسيه المتبعه في تقييم الحركات والخطفات، تحديد الحركات والخطفات التي تستوجب النقطه او النقطتين او الاربع نقاط او الخمس نقاط، القدره على تسجيل النقاط عن المواقف الاساسيه وتقييمها بشكل صحيح. نشوفوا شروط ومعايير مهمة، نعرف اللي في كل معناها رياضة في النقاط متاعها القانونية أو في الشرح متاع في شروط ومعايير مهمة لكل الرياضات وبما فيها رياضة المصارعة. شنو هي الشروط؟ هي اللي هي شروط الخطفات، شروط الإنذارات، شروط الباسيفيتي، شروط كل شيء عنده شروط، عشان زي قبل ما تدي الباسيفيتي فهمتني، تدي السلبيه فيها شروط معين، لازمك تستعمل مثلا المصطلحات نتاع الاتحاد الدولي، في معايير عشان تدي يعني الانذار، مش يعني معناها في اي حركه ندي الانذار ولا في اي خطا ندي الانذار، وهذا انا فسرته يوم الخميس فهمتني، لان في اشياء يعني وقت اللي باش ندي فرق بين الباسيفيتي بين السلبيه وفرق بين عمليه الانذار فهمتني، يعني كل شيء عنده شروط وعنده معايير مهمه. الان وحتى كمان شروط اعطاء النقاط حق بالضبط، كل حاجه عندها شروط، كل شيء في علاش قلنا في شروط نتاع النقاط، في شروط نتاع العقوبه، في شروط عشان معناها قال الراجل تغيير من وضع الوضع، يعني فهمت يكون مثلا انت رافع مثلا السلبيه وفي نفس الشيء في نفس الوقت صارت حركه خطف تلغي السلبيه فهمت كيف؟ يعني حتى في المعايير وفي الشروط انك تتغير من حالة إلى حالة. نشوفوا الآن الحركة فيه الوضع وقوفا، ما معنى الوضع وقوف؟ أي كلا الركبتين غير ملامسة للبساط، يعني ما ينجمش تكون حركة وقوفا والركب مثلا لامسين البساط. دي احنا بنتكلم على المعايير الاساسيه اللي موجوده، يعني بالضبط. بنتكلم على الوضع وقوفا، ده وضع بدايه تنفيذ الخطفه، ولما بالضبط. بيتكلم هنا على الحركه بيتكلم على اللاعب المخطوف، بن عايزين نحدد موضعه، هل هو كان في وضع وقوفا او في وضع ارضا، بنتكلم على اللاعب المخطوف دايما مش على اللاعب اللي بيخطف. بالضبط لما نقول مثلا هذه فيها نقطتين، ليش؟ لانه اللاعب المخطوف كانت عنده ركبتين او ركبه لامسه البساط، يعني المخطوف ما كانش في وضع وقوف، فده اول وضع من الاوضاع اللي هو الوضع وقوفا. بالضبط. الوضع الارضي، ركبه واحده او كلاهما تلامس البساط، المصارعه في الوضع الارضي، ونشوفه لهنا السيد هذا في الوضع الارضي، هذا هو الوضع الارضي، يكون جالس او يكون عنده ركبتين او ركبه لامسه البساط فهو في وضع ارضي. حتى اللاعب الاخر كمان لاعب الازرق كمان هو كمان في وضع ارضي، عنده ركبه كمان عرضي. بالضبط هذا الكل بعدين باش نجي نشوفوا يعني فيديوهات، هذه صور للوضع الارضي والوضع معناها مثلا هذه وضع ما يعبر عنه بالوضع المفروض فهمتني، يعني لما اللاعب يكون سلبي والحكم يدي مثلا انذار
وباسيفيتي للاعب ويعطي عملية الاختيار، ينزل اللاعب للوضع يختار اللاعب الفوقي او المعتل، يختار الوضع، يقول انا نرغب انه اللاعب الباسيف يعني السلبي يكون بالوضع ارضا. في عملية الوضع الارضا كيف يكون اللاعب المعتلي؟ تكون عنده ركبتين تلامس البساط، ما تكونش ركبة واحدة، او يكون في وضع وقوفا ولامس بيديه، لا، لابد انه يكون الركب متاعه موجودة لامس البساط وخارج الخصم، وخارج الخصم، والايادي معناها متاع اللاعب المهاجم على الكتفين ما يكونوش، يكونوا في هذا الوضع، يكونوا لامسين هون في هذا في المكان في المنطقة هذه، ما يكونوش في المنطقة هذه، فاهمين؟ ما يكونوش في على جنب يعني على الأجناب، لا، أو يكون بإيده هذه مثلا ماسك من هون من الكتف، فهمتني؟ بحيث يمكن يشيل اللاعب أو يرفع اللاعب من كتفه، لا، هذا ممنوع، ما يمكنش. يمكن الحل الوحيد معناها يكون انه اليدين بتاعه ماسكين في ظهر اللاعب، وفي الحاله هذه وركبتيه خارج ارجل اللاعب على جنب، وفي الحاله هذه مباشره يصفر الحكم. وهذه بعض احيان يعني ماناش باش نقولوا عنا كان احنا العرب، لا لا لا، احنا حتى العرب عنا معناها قال راجل مدربين كفاءات على مستوى عالي جدا، وهذا نقوله بكل صدق وبكل فخر، انه عنا مدربين على اعلى مستوى، وعنا مدربين فاهمين التحكيم معناها زي الحكام اللي في اعلى مستوى، وعنا لاعبين فاهمين القوانين وفاهمين معناها شروط اللعبة على البساط، فهمتني؟ وبعض أحيان معناها قليل قليل جدا وين نشوفه معناها لاعب ما يعرفش يجلس في الوضع الأرضي، ولكن شفنا الحالات هذه حتى في وضعيات على مستوى دولي، فهمتني؟ أنه اللاعب السلبي اللي يفضل تحت ما يعرفش يجلس، وشفنا اللاعب اللي يعتلي نفس الشيء ما يعرفش كيف باش ياخذ الحركه نتاعو، كيف تكون الوضعيه نتاعو، كيف يكون عنده ركبتين. والفيديوهات هذه معناها شفناها في عده دورات وشرحتها انا في عده دورات وعرضتها انا في عده دورات، وشافت الناس الاخطاء وكذا، هذا الكل يرجع لقله المعرفه والمتابعه نتاع بعض المدربين، لان قلنا معناها المدربين معناها في الدول العربية أو في إفريقيا أو في قارات أخرى المستويات متشابهة، يعني ناس تعرف تشرح قوانين للاعبين بتاعها، وإحنا نحبوا المدربين بتاعنا، وعلاش طالبنا باش تكون فيه دراسات باللغة العربية، أكثر الناس نحبوها تستفاد حتى أكثر من الحكام، لأنه الحكم كيف يتابع حتى من غير ما تشرح، لما يشوف الفيديوهات يشوف كذا يفهم. احنا نحب المدربين هي اللي تفهم، ونحب المصارعين هي اللي تفهم احنا فاش نشرح. قلنا هذه الوضعيه يعني الصحيحه متاع الوضع الارضي. هذه عمليه وضع الخطر. المصارع المدافع هذا يلامس البساط بكوعيه، بكوعه أو كتفه أو رأسه، وتكون الزاوية ما بين ظهره والبساط أقل من 90 درجة، فهون أقل من 90 درجة. في الحالة هذه إذا كان الحركة ابتدت من الوضع الأرضي فهي نقطتين، وإذا كان الحركة ابتدت من وضع فوقي لهذا الوضع فهي 4 نقاط أو 5 نقاط. نظر واضح. الأوضاع الأساسية دي، الأوضاع الأساسية اللي بيشرحها الحاج كمال، سواء الوضع وقوفا أو الوضع أرضا أو الوضع الخطر، أو هنشوف الجراند تكنيك بعد كده أو غيره، كل ده عشان خاطر نقدر نعرف على أساس الأوضاع دي إحنا هنقدر نقيم، هتشوف إيه المعايير اللي أنا هاخدها عشان أقدر أقيم بيها كل حركة هتيجي، وأقدر أقيم بيها أعرف
معايير التنقيط عامله ازاي. بالضبط. نقاط الاتصال بالبساط. اليوم فيه نقطة جديدة إن شاء الله حشرح. احنا نعرف نقاط الاتصال إما أن يكون ركبتي أو يد على البساط، هذا من ثلاث نقاط، أو يكون اليدين اثنين ورأس، هذا ثلاث نقاط، ثلاث ركائز لامسة البساط، أو اليد اثنين يدين وركبة تلمس البساط، فهي هذه ثلاث ركائز يلمسون البساط. اليوم شنو النقطة معناها الجديدة في نقاط الاتصال بالبساط، اللي هي اليوم معناها فيه تغيير صغير في القانون، اللي هو الكوع، لما يكون الكوع لامس ويد واحدة أو ركبة واحدة هذه تعتبر نقطتين، يعني اللاعب يتحصل على نقطتين، فهمتني؟ أو يكون الكوع ومعاه الرأس، فيعتبروا هذوما ثلاثة ركائز واللاعب يتحصل على نقطتين. هذا الجديد أنه صار لما يكون الكوع كله لامس البساط ومعاه أي عضو ثاني، يعني رأس أو ركبة أو إيد أو كذا، فهي تعتبر ثلاث نقاط، ثلاث ركائز لمست، فاللاعب يتحصل على نقطتين. يعني نقاط الاتصال الأساسية كانت الرأس واليدين والركبتين، والنهاردة كمان زاد عليهم الكوع كمان، لو الكوع لمس بعتبره أحد الركائز اللي اللاعب بيتصل بيها بالبساط، وبناء عليه إذا كانت تحت السيطرة مع ركبة أو مع الرأس أو مع ركبتين، فاللاعب في الحالة دي بيحصل على نقطتين. على النقطتين بالضبط، هذا الجديد، وهذاك علاش احنا نحب كل المدربين بتاعنا وكل اللاعبين بتاعنا وكل الحكام بتاعنا اتبعنا كل اسبوع، عشان تعرف الجديد وعشان تعرف تنشط الذاكره بتاعها، واحنا ان شاء الله توفى علينا هل الكورونا او الكوفيد 19، وربي ان شاء الله يزيح علينا الابتلاء والوباء والوباء هذا، وان شاء الله نرجع لسالف نشاطنا وترجع ترجع، وهذه اشياء ان شاء الله باش تفيد كل الاتحادات اللي بدات تحضر في اللاعبين نتاعها، ويمكن من الاخر السنه في بطوله عالم وتحضر الناس للمشاركه في بطوله العالم. ولهذا خلي معناها كل مدربينا وحكامنا كل الناس تستفيد. الآن نشوفوا الحركة العالية المقوسة، أو بعض أحيان فيه ناس تسميها الجراند تكنيك، أو ما يسمى بالفرنسي جراند أمبليتود، يعني الحركة العالية هذه المقوسة لابد أن يكون الجزء السفلي من الجسم متاع اللاعب المخطوف، اللاعب هذا المخطوف في أعلى الصدر متاع اللاعب الخاطف. إذا كانت الحركة مأخوذة يعني معناها سواء كانت أنه شاله من الأرض وراح بخطفة عالية ومقوسة، فهي وجاء مباشرة في الوضع الخطر. هذه المعايير المهمة، احنا حكينا على المعايير، هذه من المعايير المهمة، انه الخطفة تكون معناها كاملة ومقوسة وفي الوضع الرأسي فيرتيكال، وفي الوضع الرأسي بالضبط، ويكون مباشرة يجي في الوضع الخطر. خطر، هذه ما فيش كلام، هذه معناها خطفة بخمس نقاط. لو كانت فيه خطفة نفس الشيء عالية ومقوسة، ولكن اللاعب في اللفة الأخيرة جاء على صدره، هل فيها نفس المعايير؟ لا. نفس النقاط؟ لا طبعا. نقاط، فهمني؟ فرق بين انه تكون الخطفه
مقوسه وفيها جراند تكنيك وكذا، واللاعب يروح مباشره، القانون يقول لك معناها ديريكتومون على بوزيسيون دو دونجي، يعني مباشره في الوضع الخطر. فهذه يعني 5 نقاط. اما لو كانت الحركه عاليه واللاعب يجي على الصدر نتاعه ويلف على جنب ويجي على الصدر نتاعه، فهي حركه ب4 نقاط و5 نقاط. طيب الاوضاع، حق كمال اللي كان الحاج كمال بيقولها، سواء الوضع وقوفا او الوضع ارضا او الوضع الخطر او الحركات العاليه المقواسه الجراند تكنيك، الاساسيات بتاعتها دي او المعايير دي بتتقال عشان احنا بنيجي الحكم وهو بيقيم بيبدا يسال نفسه بعض الاسئله عشان يعرف، بيسال على الاوضاع الاساسيه دي، بيسال الاول مين اللاعب اللي بينفذ، بيسال بعد كده اللاعب الحركه اتنفذت واللاعب المخطوف من اي وضع من الاوضاع اللي الحاج كمال كان بيشرحها دلوقتي، من الوضع وقوفا او الوضع ارضا الحركه كانت بتتنفذ، هل الحركه كانت حركه مقوسه عاليه، حركه جراند تكنيك ولا ما كانتش جراند تكنيك، وهل مباشره زي ما بيقول الحاج كمال نزلت مباشره في الوضع الخطر وقت سقوط اللاعب المخطوف ولا لا. كل دي معايير الحاج كمال بيحط الاساسيات بتاعتها عشان هي دي اللي هيترتب عليها انك تعرف اجابتك على الاسئله اذا كان الحركه دي تستوجب كم نقطه بالضبط. كيف يتم تسجيل النقاط؟ الان باش نشوفوا الشرح كيف يتم تسجيل النقاط. نعرفوا اللي احنا في المصارعه عندنا حركه بنقطه، عندنا حركة بنقطتين، عندنا حركة ب4 نقاط، وعندنا حركة ب5 نقاط. الآن باش نشوف الحركات نتاع النقطة والنقطتين وال4 نقاط وال5 نقاط. شنو هي الحركات اللي تستوجب ان نديو نقطة واحدة؟ هي الحركات باش نشوفوها. هذه مثلا حركة خروج بنقطة واحدة. بعض الأحيان مثل ما نشوفوا الخطأ من الحكم، نشوفوا الخطأ من المدرب. إيه الخطأ اللي من المدرب وإيه الخطأ اللي من الحكم؟ وهو نفس الخطأ يخطئوه. في حكام بعض الأحيان في الخطفة هذه مباشرة يدي إنذار ونقطة. يعتبرها شيء إيش؟ يعتبرها انها هروب من البساط. نفس الشيء تلقى المدرب يطالب ان هذه عملية هروب، وبعض احيان تكون النتيجة 1-1. شنو اللي يعمل هو في الحالة هذه؟ يرمي تشالنج. وكي يرمي تشالنج، نحب نشرح الخطفة هذه، يرمي تشالنج يخسر اللاعب بتاعه ويصير خسران 2-1، ويمكن ينهي عليه المباراة ب2-1 ويخسر الماتش. ولهذا الإخوة المدربين، أنا باش نشرح العملية هذه وباش نشرحها للحكام، تاخذوا بالكم ليش الحركة هذه بنقطة واحدة وما هيش بنقطتين. نشوفوها مرة ثانية. شوف هون، نشوف الهجوم، اللاعبة اللابسة الأزرق خطفت. نحب نسأل مين اللي مسيطر، على اللاعب، السيطرة من الأزرق أو من الأحمر؟ أكيد اللاعب الأزرق هو اللي ماسك الرجل، هو اللي مسيطر. بالضبط. اللاعب الأزرق هو اللي مسيطر على رجل اللاعب الأحمر. اللاعب الازرق هون ممكن انه يرجع اللاعب الاحمر الوسط البساط، لانه هو اللي مسيطر عليه، هو ماسك الرجل وهو يتحكم في الرجل. مثلا يمكن يجيبه على جنب، ممكن انه يعمل له معناها قال الرجل حركه امتاع مرور وراه واعتلاء عليه، ممكن انه يروح به الوسط البساط. يعني اللاعب الاحمر ما عندوش حتى سيطره على اللاعب الأزرق، اللي مسيطر على الرجل هو اللاعب الأزرق. ولهذا
ليه؟ اللاعب الازرق هو اللي معاه الزمام، هو اللي معاه الدفه، هو اللي معاه بالضبط بالضبط، هو اللي يمكن زمام الحركه، هو اللي يمكن يدفع اللاعب البره من البساط او يرجعه لجوه البساط، مثل ما يركم يمكن انه يرجعه الى وسط البساط. ولهذا لا يمكن انه الحركه هذه تكون فيها انذار ونقطه، الحركه بتاع خروج عادي تكون فيها نقطه واحده. كمان يا حاج كمال، اللاعب الاحمر، اللاعبه الاحمر وهي ممسوك رجلها في كل الاوقات هي كيبن كونتاكت، يعني متصله في اتصال، وما وجهتش وجهها لخارج البساط، يعني خارج البساط كل الاوقات هي بصل على اللعيبه المهاجمه. بالضبط، هذا اللي نحبوا نشرحوه، انه شنو هو الفرق بين، لاني انا في الاول ايش قلت بعض حكام تغلط وبعض مدربين تغلط، الطالب بانذار ونقطه. شرحنا العمليه هذه انه هذه ما فيهاش انذار ونقطه. كيف العمليه اللي تكون فيها انذار ونقطه؟ انه لما اللاعب المخطوف في الحاله هذه وقت اللي يرجع يوصل اللاعب المخطوف لما يكون في الزون هون بالضبط، هون بالضبط في الحاله هذه، لو اللاعب الاحمر المخطوف يغير الوجه نتاعه وصدره وكذا الكل للناحيه هذه وين؟ معناها مقابل الجمهور. لو تغير الحركه يعني تخلي رجلها ماسكتها المهاجمه وهي غيرت اتجاهها لخارج البساط، لا وتغير الاتجاه الخارج البساط يعني الوجه نتاع الجمهور، في الحاله هذه تولي عمليه هروب وتتطلب انذار ونقطه. اما طالما هي ماسكه وفي عمليه كونتاكت مع اللاعب المهاجم فهي نقطة واحدة غير انذار. الحركة التي تستوجب نقطة واحدة، نعرف انه مثلا هذه، شوفوا الحركة هذه، الحركة هذه اللاعب الأحمر أخذ برمى أو لفة بنقطتين. نعرفوا اللي كل العمليات متاع اللفات اللي هي الأرضية أو البرمات، كل واحد إيش يسميها يعني، ما هي لفة أرضية فيها نقطتين، لأنه اللاعب مر في الوضع الخطر، وحتى لو ما مرش في الوضع الخطر يمر على الكوع أو الإيدين الاثنين يعني زي الحالة هذه فهي نقطتين. ولكن نشوفوا بعد الحركة مباشرة اللاعب الأزرق المخطوف شنو اللي يعمل؟ يرجع يستبدل الوضع ويصير هو المعتلي. نشوفه هون يغير ويصير هو المعتلي، وفي الحالة هذه يتحصل على نقطة واحدة، ما يعبر عنه يعني بالفرنسي بريز ريفرسي أو بالإنجليزي ريفرس أكشن، فهي هذه يعني المصارع التحتي يقوم باستبدال الوضع ويلف وراء اللاعب المهاجم فيتحصل على نقطة واحدة، صح ولا أستاذ شريف؟ الاعتلاء، الاعتلاء اذا كانوا هما الاثنين في وضع وقوفا واللاعب اعتلى خصمه فبيحصل على نقطتين. انما لما بيكون اللاعب هو اصلا كان هو اللي تحت وعمل استبدال للاعتلاء بدل ما هو كان تحت قدر يطلع ويبقى هو المعتلي، في الحاله دي هو بياخد نقطه واحده لاستبدال الاعتلاء اللي هي ريفرس بالانجليزي. عمليه الاعتلاء هي اللي تكون من خطفة من فوق لتحت، فهي تعتبر عملية اعتلاء ومباشرة اللاعب ياخو نقطتين. شوفوا الحركة هذه. ولكن عملية الاستبدال هذه ليست باعتلاء، هذه تجي استبدال وبعدين يكون فيه اعتلاء. أما عملية الاعتلاء هي الاعتلاء اللي يكون من فوق لتحت، يعني ياخذ الحركة من فوق وينزل باللاعب
فهمتني؟ وراه فهي عمليه اعتلاء وفيها نقطتين، ولكن العمليه هذه هو كان لاعب مخطوف. فهمتني؟ شنو اللي صار؟ صار عمليه استبدال اعتلاء. هو كان المعتلي هو اللاعب الاحمر. هذا اللي كان معتلي، هذا اللاعب المعتلي. وفي الحاله هذه شنو اللي صار؟ صار استبدال. لهنا اللاعب الاحمر هو اللي كان معتلي. والان هون ايش باش يصير؟ باش يصير انه اللاعب الازرق باش يعمل عمليه استبدال. اللي هي بليز ريفرسي. الان صار استبدال وصار الازرق هو المعتلي، وفي الحاله هذه تكون نقطتين للاحمر ونقطه للازرق. وما زلنا نواصل وباش نشوف معناها الحركه اللي يكون فيها اعتلاء مباشره من فوق لتحت. حاج كمال، في بعض الناس بتشتكي على بان الفيديو شويه بيوصل عندهم ببطء، وممكن في مشكله عندكم في الانترنت شويه. يعني هو الحاج يعني بيحاول حتى يحرك الفيديو ببطء عشان الناس كلها تشوفه، بيعيده اكتر من مره عشان اللي عنده اشكاليه في الانترنت ولا حاجه يقدر يشوف. وكمان في بعض الناس كاتبه بعض الاسئله او بتطلب ان هي تقدم اسئله. ان شاء الله الاسئله هتكون في الاخر. حاج كمال هيفتح الاسئله في الاخر باذن الله. ان شاء الله. الحركه اللي تستوجب نقطتين واجلاس الارض الخصم ارضا، هذه اللي نحكيوا عليها عمليه الاعتلاء من فوق لتحت، واللي هي تستوجب نقطتين. نشوفوا هذه حركه من فوق وهذه حركه فيها اعتلاء وفيها نقطتين. هذه حركه دقيقه جدا بالنسبه للحكام وحتى للمدربين. بعض الاحيان المدرب ما يشوفش هل اللاعب لمس بثلاث نقاط او لا. بالنسبه ليه يمكن ما شافش عمليه اللمس اللي كانت سريعه جدا، ويظن انه اللاعب ما لمسش والحكام اداوه نقطتين. في الحاله هذه يحتمل يرمي تشالنج، وهذا غلط، ياخذ باله، لانه باش نشوفه الان كيف اللاعب، باش نشوفه اللاعب هون كيفاش يعني. شوف لحد الان ما فيش نقطتين. نتابعوا لان كانت عمليه اللمس سريعه جدا. اب شفنا الان كيف معناها صارت عمليه هذه هي المعايير اللي كان الحاج كمال بيتكلم عليها، نقاط الاتصال بالبساط. قلنا الثلاث نقاط او الاربع نقاط اللي هو قال عليهم للاتصال. بالضبط. ولازم يكونوا تحت السيطره. شايفين اللاعب بالضبط، شفنا كيفاش مسيطر والركبه لمست. فهمني؟ اللاعبه الزرقاء لمست بالركبه وصارت ثلاث نقاط يعني مباشره. اقرب واحد للحركه هذه هو القاضي. وشفنا هون غير الحركة، ما شفنا القاضي أقرب واحد ورفع النقطتين، لأنه كان فيه لمس متاع ثلاث يعني ركائز، لمسة الحركة، لمسة البساط. نعم نشوف ولا في الحالة هذه شفنا كيفاش الثلاثة معناها ركائز لمسوا البساط، ولهذا تكون الحركة من نقطتين. وهذه حركة الاعتلاء اللي نحكيو عليها أو إجلاس الخصم أرضا. نمروا للي بعد. هذوما حركات الدوران في الوضع الأرضي. ونعرفوا اللي حركات الدوران يعني مش حركة واحدة، يعني فيها يعني عدة حركات اللي تعتبر حركة دوران وفيها نقطتين. مثلا فيها الحركة امتاع زي ما تقولوا معناها تقولوا انتم البرمة، فهمني؟ فهي حركة بنقطتين.
فيه الحركة متاع انه ياخذ الرجلين اللي تعتبروها الشواية، اللي معناها الرجلين الاثنين لي بي كروازي، وهذه حركة فيها نقطتين. والحركة الثالثة اللي تكون يحتمل ايد وراس، يعني ماسك الايد والراس ويلف، هذه نفس الشيء حركة بنقطتين. يعني الحركات حركات الدوران هذه ما هيش حركة واحدة، ولكن عدة حركات اللي تكون فيها يعني نقطتين. هذه مثلا حركة دوران اللي يعني اللي يسميها لفة، واللي يسميها برمة، واللي يسميها هذه يعني مثال من حركة الدوران. هي لفة أو أي حاجة، هو القانون حتى بالإنجليزية مسميها تيرن، أي تيرن، أي لفة في الاتجاه، في اتجاه الوضع على الظهر، أي لفة بالضبط. في الوضع الأرضي تستوجب نقطتين، حتى لو ما جاش في الوضع الخطر. بالضبط. شوفوا الحركة، هذه الحركة اللي حكيت عليها، هذه اللي تعتبروها تسموها الشواية، هي لي بي كروازي، هذه اللف بتاع الرجلين، نفس الشيء هذه حركة بنقطتين. يعني شفنا اللي ما يعبر عنه اللفة من الحزام أو البرمة، شفنا الحركة اللي من الرجلين واللي تعتبر تسموها الشواية هذه، فهمتني؟ وبش نشوفه شو رجع الحركة الأخيرة دي تاني يا حاج كمال. الحركة الأخيرة دي لو تلاحظ اللاعب المخطوف في الثلاث مرات ما جاش في الوضع الخطر، يبقى الراك هنا مش عشان الحركة في الوضع الخطر، هي أي لفة من الأرضي هتتحسب بنقطتين. بالضبط، هنا مش وضع خطر، كل اللفتين أو الثلاث لفات اللي موجودين ما كانش فيهم الوضع الخطر، ومع ذلك كل اللفات من الوضع الأرضي بتحسب نقطتين. بالضبط. وليش؟ لأنه نفس الشيء، أنه ما يقدرش يلف من غير ما يكون حاط الكوع متاعه. ما يقدرش يلف انه ما يكون على الاقل بايد واحده لف في الوضع هذا ولف هيك، فهو ضروري انها تكون نقطتين، حتى لو لف على الستريتشد ارمد، لو الدراعات حتى مفروده كمان. بالضبط. معناها سواء اللي قلنا الايدين مفروده او الايدين على الكوع او فهمني او على الظهر، هذه كلها تستوجب نقطتين. نشوفوا المثال، هذا المثال اللي حكيت عليه، انا شرحت ثلاثة أمثلة، قلت فيه البرمة العادية او اللفة بتاع الحزام، قلت ممكن فيه اللفة بتاع الرجلين في المصارعة الحرة، كما معناه مثل في الروماني، معناه ممكن ياخذ الحركة ايد وراس مثل الحركة هذه. شوفوا هاب، هذه الحركة نفس الشيء بنقطتين، حركة فيها ايد وراس ونفس النقاط، فهي حركة بنقطتين. الحركة التي تستوجب نقطتين، واللي هي تكون احنا شفنا الحركات الأرضية الآن اللي تستوجب نقطتين، هل من فوق إلى تحت في حركات تستوجب نقطتين؟ نعم، في حركات تستوجب نقطتين، وهي تكون من فوق إلى تحت. شنو هي الحركات هذه؟ ما هي الحركات التي تستوجب نقطتين من فوق إلى تحت؟ كل الناس يقول لك لما تكون الحركة من فوق إلى تحت فهي أربع نقاط أو خمس نقاط. لا، في حركات ما يعبر عنه بنصف الحركة، إن دمي أكسيون بالفرنسي، سمي أكشن، نصف حركة أو حركة غير مكتملة، إن أكسيون إن بريس إن أشوفي، إن أكسيون إن أشوفي، حركة غير مكتملة. يعني الحركة هذه تبدأ من فوق لتحت، واللاعب يجي في وضع 90 درجة أو على صدره، لو جات أقل من 90 درجة فهي بشكون حركة ب أربع نقاط، ولكن الحركة غير مكتملة، ولكن حركة صحيحة، فهي معناها لتشجيع اللاعب الخاطف
تكون حركة بنقطتين. نشوف المثال هذا. هذا مثال أن حركة من إلى تحت. شفنا اللاعب، شوف لما نزل شفنا اللاعب نزل على 90 درجة. لو كسر يعني أقل من 90 درجة كان الحركة تصير بكم؟ بأربع نقاط. سمعني شريف؟ سامعك يا حاج. وهنا فيه كمان حاجة مهمة، هي الخطفة لازم تكون خطفة صحيحة. يعني ايه خطفة صحيحة؟ يعني لازم يكون اللاعب ده، لو احنا بصين على الصورة اللي الحاج كمال موقف عليها، ان اللاعب بالانجليزي بيقولوا ان اللاعب لوز هيز كنترول، لازم يكون فقد السيطرة بالكامل. وبالتالي هنا لو تبصوا على اللاعب الازرق، اللاعب الازرق تماما هو فقد السيطرة. في بعض في بعض الحركات ما بتبقاش رمية صحيحة، اللاعب بينزل على ركبته أو بينزل على رجله وبيقوم تاني في مواجهة خصمه، دي ما بتبقاش رمية صحيحة وما عليهاش نقاط. إنما في الوضع اللي شرحه الحاج كمال قدامنا ده، اللاعب الأزرق فقد السيطرة تماما. لو بصيته الهيب بتاعه أو جنبه بالكامل بقى مفروش على البساط أو جاي على البساط ورجليه التانية مرفوعة من على الأرض، ده معناه إن اللاعب ده فقد الاتزان بتاعه او لوز هيز كنترول، فقد السيطره بتاعته، وبالتالي فدي رميه صحيحه تستوكب النقاط. اذا كان اللاعب نزل في الوضع الخطر او كسر زاويه ال 90 درجه فهي باربع نقاط، اما اذا كان في الوضع اللي احنا شايفينه ده اللاعب ما كسرش زاويه ال 90 درجه فبالتالي يبقى الحركه دي بنقطتين فقط. وحاجه ثانيه هو انه يكون فقد السيطره. يعني كيف نعرف الخطفه اللي فيها النقطتين وخطفه ما فيهاش نقطتين؟ الخطفة اللي اللاعب المخطوف يفقد السيطرة كاملة مع اللاعب الخاطف، يعني هذه نقطتين واضحين. أما لو كان اللاعب الخاطف معناه أخذ الخطفة واللاعب المخطوف كان ماسك فيه وعامل معاه كنترول ونازل معاه في نفس الوقت، فهي ليس لها أي نقاط. هذا الفرق بين خطفة بنقطتين وخطفة ما فيهاش نقاط، زي ما شرح شريف يكون فهمتني معناها خاسر كل الكونتاكت، يعني ما عندوش ولا كونتاكت مع اللاعب الخاطف. في الحاله هذه يكون يعني فيها نقطتين. اما لو كان يعني كان ماسك مع اللاعب الخاطف ونازل معاه في نفس الوقت فهي لا يوجد لها نقاط. ما زال لسه برضه الناس برضه بتسال على بتكتب اسئله. احنا هنحاول نشوف الاسئله دي برضه في الاخر، وحاول تاخر يعني تاجلوا الاسئله لاخر لاخر الويبينار ان شاء الله. بالضبط، لان احنا مربوطين بوقت معين، وان شاء الله ناخذ كل نحاول ناخذ، لان يظهر لي فيها حتى الاسئله معناها اسئله ما شاء الله معناها متفاعلين معنا الحكام والمدربين واللاعبين. ان شاء الله في اخر الحصه ناخذ الأسئلة بإذن الله. هذه مثلا حالة ثانية أو مثال ثاني من حركة تستوجب نقطتين. ليش تستوجب نقطتين؟ لأنها الحركة ما كانتش من فوق، لو كانت من فوق تكون بأربع نقاط. أما هذه حركة من تحت، يعني عبارة فيها كونتر اتاك، وبش اللي هي معناها عكس هجوم. نشوفوا مين صاحب الهجوم. هنا كانت الهجوم من الأزرق، نشوف مين اللي عكس الهجوم. اللاعب الأحمر. بالضبط. الآن باش نشوفه هون، نشوفه مين اللي عمل الهجوم.
اللي عمل الهجوم اللاعب الأزرق ومسك الرجل، وفي الحالة هي صار فيه هجوم عكسي. شوف الهجوم عامل اللاعب الأزرق عامل هجوم، ولكن هون شفنا اللي اللاعب الأحمر هو اللي عكس الهجوم، وصار اللاعب الأزرق في الوضع الخطر، والحركة هذه لأنها كانت من تحت، واللاعب المهاجم خليني نشرح بدقة عشان الناس تفهم، إنه اللي يقول قايل ليش مش أربع نقاط، لأنه اللاعب المهاجم اللي صار عليه الكونتر أتاك شوف الرجلين بتاعه فين، الرجل بتاعه قلنا كيف تكون لامسة الأرض، يعني ما تعتبرش وضع فوقي. فهي اللاعب المدافع، اللاعب المدافع هو اللي ركبته في الأرض بالضبط، اللاعب المدافع الرجل بتاعه شوفوها ما لامسة البساط، في الحالة هذه تعتبر الحركة أرضية وفيها إلا نقطتين. لو نشوف الحاج كمال سأل على على المعايير اللي قال عليها، الأول معيار مين اللاعب اللي بيخطف أو مين اللاعب اللي غير الهجوم، وده أول سؤال وأول معيار عشان تحدد مين اللاعب اللي بينفذ. والمعيار الثاني إذا كان الحركة اللاعب المخطوف كان أي وضع من الأوضاع اللي الحاج كمال شرحها في البداية، سواء كان وضع وقوفا أو وضع أرضا. السؤال الثاني لما جاوب إن هي من الوضع أرضا، هل هي نزلت في الوضع الخطر أو لا، الوضع الثالث اللي اتشرح برضه. فلما نزلت في الوضع الخطر يبقى دي هي المعايير اللي بيحط عليها، حركة بدأت من اللاعب الأحمر هو اللي عمل تغيير الهجوم، اللاعب الأزرق المخطوف كان في وضع أرضا لأن ركبته كانت على الأرض، وبعد كده اللاعبة نزلت في وضع خطر، فده من المعايير اللي بتدي الحركة دي نقطتين لأن هي بدأت من الوضع الأرضي. شكرا يا شريف. الآن نفس الشيء، الحركة التي تستوجب نقطة، هذه حركة في الوضع الأرضي، ولكن هذا كونتر أتاك، يعني بالعربي يا شريف احنا بنسميها بالعربي ان اللاعب الازرق حركه مضاده كبسه، يعني اللاعب الاحمر هو اللي بينفذ واللاعب الازرق وهو بينفذ كبسه وحطه على الارض، هذه حركه مضاده. نشوفوا مين صاحب الحركه، صاحب الحركه اب لا صاحب الحركه نشوفه هون، اللاعب الاحمر هو اللي بدا ينفذ. لا اللي بدأ ينفذ في الحركة صاحب المبادرة وصاحب الحركة هو اللاعب الأحمر. نشوفه شنو الإجراء في الحالة هذه، اللاعب الأزرق امسك عمل كونتر أتاك، عمل حركة مضادة، امسك الرجل متاع اللاعب اللي لابسه الأحمر، وصارت عملية مسك في وضع خطر، والحركة بكلها كانت في الوضع الأرضي، يعني الحركة ابتدت من الوضع الأرضي والكونتر أتاك صار في الوضع الأرضي، المضادة صارت في الوضع الأرضي، فهي حركة تستوجب نقطتين، وبعدين ممكن فيه لمس أو فيه كذا توش، فهمني؟ المهم الحركة هذه تستوجب نقطتين. شكرا. نشوف حركة ثانية، مثال آخر، نفس الشيء، شفنا حركة ابتدأت، الآن صارت الحركة في وضع أرضي، نشوف نواصلوا، شوفوها اللي هي في وضع أرضي. كان لاعب قصر زاوية 90 درجة. بالضبط، فهمتني؟ كانت في وضع أرضي، ولهذا تستوجب حركة هذه بنقطتين.
صحيح يا حاج ان الحاج ان الحركه بدات اساسا في البدايه من فوق، من الوضع وقوفا، من فوق لكنها لم تكتمل ونزلوا في بالضبط الوضع الارضي، الارضي، بعد كده بدات الحركه في الاكتمال في الوضع الارضي. من الارضي. ولهذا تستوجب الا نقطتين. قلنا احنا الحركات اللي باربع نقاط او خمس نقاط اللي هي تكون الحركه من وضع وقوفا مباشره في الوضع الخطا، هذه الحركات اللي تستوجب اربع نقاط. اما ان كان نزل لتحت والركب نتاع اللاعب المخطوف كانت لامسه الارض وكملت بعد ما نزلوا او نزلوا الاثنين للوضع الارض وكملت راحت على الوضع الخطر، فهي تستوجب نقطتين. نشوفوا الان، باش نشوفوا الامثله نتاع الخطفات نتاع الاربع نقاط، ونشوفوا كيف الحركة تبدأ من الوضع وقوفا إلى وضع الخطر. هذه الحركات بتاع أربع نقاط. حركة واضحة جدا منين ابتدأت الحركة، هذا حركة، هذا وضع وقوفا. نشوف هون كيفاش من الوضع الوقوفا مباشرة للوضع الخطر الأقل من 90 درجة، من غير يعني ما في الحركة، ما وقفتش الحركة، متواصلة مباشرة الوضع الخطر مباشرة ومتواصلة، يعني ما فيش مثلا جلس. لو نقولوا جلس وخذا وقت في الجلوس وبعدين راح على الوضع الخطر، فهذه تكون حركة بنقطتين. ولكن ما دامها مباشرة من الوضع وقوفا وراح مباشرة على الوضع الخطر، فهي حركة بأربع نقاط. شوفوا مرة ثانية مباشرة، شوفوا مثال ثاني أربع نقاط. نفس الشيء، وشفنا القاضي لهنا مباشرة ارفع الأربع نقاط، والحركة كانت حركة تعتبر هوائية. مثال كويس جدا ده حق كمال، لو تقدر توقف عند وقت تنفيذ الحركة بالضبط. هذاك شنو اللي باش يصير، هو باش نشوفه اللي ما ثماش لمس، مثلا نشوفه الخطفة هذه من فوق. لو نبص على المعايير هتلاقي ان احنا بنتكلم على اللاعب المخطوف، هو اللي كان في وضع وقوفا، بغض النظر اذا كان اللاعب المهاجم في وضع ارضا. نعاود نشوفه. شوف يقول قايل هاو اللاعب المخطوف لمست رجليه، ولكن لمست الركب متاعه قبل الخطفه، ولكن اثناء الخطفه شوف باش يتغير هنا. ونشوفه هو اللاعب المخطوف شو اللي صار، هام الركب متاعه موجود ولكن دلوقتي في وضع وقوفا تماما اهو بالضبط. الان شوف هون يعني جلس، ولكن في حاله الخطف شنو اللي صار؟ انه صار في وضع وقوفا، شوفوا الوضع وقوفا، والهو راح اللاعب الازرق بالحركه، ونشوفوا كيفاش مباشره في وضع خطر. نعاودوا نشوفوا مباشره وضع وقوفا ومباشره الوضع الخطر، فهي اربع نقاط واضحين ما فيهمش كلام. نشوفوا هون حركة من فوق لتحت، حركة جميلة جدا من لاعب ممتاز بصراحة، لاعب زياد أيت كرام، معناها مصارع روماني ممتاز، والحركة كانت ممتازة جدا. حركة مباشرة من فوق لتحت للوضع الخطر، يعني مباشرة أربع نقاط، حركة مستوفية كل المعايير، كل الشروط، كل المعايير، كل الشروط.
شوفها أنا قاعد إنه الحركة نعيدها مرتين وثلاثة للي ما لحقش باش يشوف الحركة يشوفها وحتى نمرر فيها. معناته شوفوا هون من وضع وقوفا شوفوا الحركة، شوفوا السيد افقد السيطرة وفقد معناها حتى اللمس متاع البساط. السيد معناها معناها ديكولي، يعني كيفاش كما الطائر عملية الإقلاع، يعني أقلع من تيك اوف. الأرض، فهمني؟ أقلع من الأرض اللي ديكولي نشوفوه هون من الأرض، ومباشرة يروح على الوضع. شوفوا هون نزل مباشرة في الوضع الخطر، فهمني؟ ده ركب الخطوط الجوية العربية. بالضبط، فهمتني؟ ولولا لو كان الخطفة هذه كانت فيها سيطرة ومتابعة تامة، لأنه شوف اللاعب الخاطف أنه معناها عمل الخطفة ورمى اللاعب، ولكن ما كانتش فيه معناها سيطرة تامة، لف فتح يديه اللاعب الخاطف في الأخير، كانت تكون خطفة بخمس نقاط. لو كان الخطفة ذيك وراح معاها مباشرة ومسيطر عليه، معناها زي ما نقولوا احنا كونترولي اي دوميني معناها بالفرنسي، يعني كان فيه معناها سيطر ومتابع للحركة. سيطرة ومتابعة، كانت ممكن تكون خمس نقاط. ولكن في الحالة دي لأنه ما فيش سيطرة، فهمتني؟ كان فيه المتابعة وما فيش سيطرة في الآخر، مش في الأول، في الأول كان فيه السيطرة والمتابعة، ولكن الحل ذاك اللي خلاه هو ياخذ إلا أربع نقاط. أربع نقاط. نشوفوا نفس الشيء الأربع نقاط في مثال اللي هو هذه مثلا خطفة اللي تعتبر فيها شيلة، معناها شال اللاعب، خذا اللاعب ستينارا شي، معناها شال اللاعب من تحت من الأرض. فوق، وشوف وين وضع اللاعب، وضعه على الصدر وراح به للخطفة، والخطفة كانت مباشرة، يعني في الوضع الخطر، نزلت مباشرة في الوضع الخطر. في الوضع الخطر. وهذه أربع نقاط نشوفه هون. شال، تفضل شال اللاعب، شوف وين خطفه، شاله وما بقاش عنده ولا كونتاكت، يعني ما فيش اتصال بالأرض. شفنا اللاعب ما عندوش اتصال بالبساط، اتشال خلاص، شوف وراح به مباشرة. بنرجع كيف راح به مباشرة للوضع الخطر. شفنا هون انه اللاعب في وضع الخطر ومباشرة فهي خطفة بأربع نقاط، وتلاها بعدين خطفة بنقطتين، لكن احنا نحكي على الخطفة متاع الأربع نقاط. نعاود شوفوا الخطفة أب، واللاعب راح مباشرة على الوضع الخطر فهي أربع نقاط، وبعدين حركة بخطفتين برمى بنقطتين، فهمتني؟ نشوفوا مثال آخر للأربع نقاط. حركة في المصارعة الحرة، حركة ممتازة جيدة، كيفاش بدأت من الوضع الأرضي والاثنين متلاحمين، كل واحد يحاول إنه هو اللي يخطف، ولكن من كان الأسرع في الحالة هذه، من كان الأسرع هو اللي أخذ الخطفة وتحصل على أربع نقاط. وباش نشوف الخطفة كيف الاثنين، اللاعب المهاجم كان هو اللاعب الأزرق، شوف اللاعب المهاجم هو اللاعب الأزرق،
ولكن اللاعب الكوبي شوف في آخر المطاف يغير الحركة، شوف هون لحد الآخر لحظة، واللاعب الأزرق اللي عمل الهجوم وهو ماسك الرجل بتاع اللاعب الأحمر، ولكن بحركة فنية ممتازة اللاعب الأحمر يغير ويتحصل على 4 نقاط. شوف عملية التغيير، غير الرجل هون وراح بالحركة للوضع الخطر مباشرة، شوف من الوضع وقوفا للوضع الخطر مباشرة. من وضع وقوفهم بالطبع للوضع الخطر مباشرة، وهي خطر ب4 نقاط وحركة ممتازة ممتازة جدا صراحة. حركة هذه حركة فنية عالية، شرحنا في الأول قلنا اللي الحركات الفنية العالية اللي تستوجب 5 نقاط الشروط متاعها، وقلنا فيه شروط حكينا على الشروط، من ضمن الشروط متاع الحركة الفنية العالية أنه تكون الحركة يعني مباشرة تكون حركة جراند امبليتود جراند تكنيك، أنها تكون حركة عالية فنية عالية، ويكون اللاعب مباشرة ينزل في الوضع الخطر، فهذه بحركة ب5 نقاط. ولكن اللاعب المخطوف تلاقي ان جسمه الجزء السفلي من جسمه هيبقى اعلى من منطقة الصدر، اعلى من الجزء العلوي. بالضبط بالضبط. في الحركة هذه شنو اللي شفنا؟ عملية خطف وجراند تكنيك، ولكن اللاعب في الآخر بعد ما يلف يجي على صدره، وهذه شرحناها في الأول، قلنا لما يجي على صدره فهي حركة ب4 نقاط، ما تقدرش أنه تدي ال5 نقاط لأنه ما جاش مباشرة وضع. شوفوا باش نرجع نزيد نشرح أكثر، نشوفوا لهنا اللاعب كان الظهر متاعه موجه، اللاعب المخطوف الظهر متاعه موجه لفين؟ موجه للبساط. شوف هنا هون هذه الخطفة، شوف نشوفه الآن، شوفوا اللاعب المخطوف الظهر متاعه موجه لفين؟ موجه، شوفوا هون موجه للبساط، ولكن في الآخر يلف ويجي على صدره، فهي حركة ب4 نقاط. بيقولوا عليها في القانون حق كمال زي ما اتعلمنا منك ان الحركه كانت حركه جراند تكنيك او حركه فنيه عاليه هي تستوجب 5 نقاط، ولكنها فقدت احد شروطها. فقدت احد شروطها ان اللاعب ما نزلش مباشره في الوضع الخطر، نزل على صدره، وبالتالي هي ب4 نقاط مش 5. بالضبط. حركه نشوفه الان الحركات ب5 نقاط. هذه الحركات الفنية العالية اللي تستوجب 5 نقاط. نشوف حركة ممتازة 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 للغاية، زي ما فيه في المصارعة الرومانية، لو مش عارف تتذكروا يمكن من 3 سنوات أو 4 سنوات 2016 2016 ما كانت فيه حركات للحرة ب5 نقاط، ولكن كي اجتمعنا في لجنة الحكام بالاتحاد الدولي قلنا ما يمكنش في حركات في المصارعة الحرة نفس الحركات اللي في الروماني، وبعض أحيان اللاعب الحرة ياخذ خطفة روماني لا فيها رجلين ولا فيها ولا شيء، يلف ورا اللاعب ويخطف الحركة ويروح بها جراند تكنيك ويروح بها مقوسة وكذا وتستوجب 5 نقاط. ليش معناها نديو كان 4 نقاط، ليش ما نديوش ال5؟ فهمني. والحمد لله استجاب الاتحاد الدولي واللجنة الفنية متاع الاتحاد الدولي
يعني فيه تنسيق وفيه تكامل بين اللجان وبين الاتحاد الدولي، ومعناها وصارت اليوم في المصارعة الحرة خطفات بخمس نقاط. وباش نشوفوا هون كيف الحركة صارت، شوف الهجوم من اللاعب الأحمر، نشوف ياخذ اللاعب ويقف وقوفا، نشوف الضبط، شوف حلوة 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 حلوة، شوف اللاعب، شوف الخطفة، شوف وين، شوف شو أبا. مباشرة مباشرة للوضع الخطر، فهي حركة بخمس نقاط، حركة ممتازة جدا. يوم الخميس كانت عندي محاضرة، من ضمن المواضيع اللي موجود في المحاضرة هي ما هو مصير المصارعة متاعنا، مستقبل المصارعة متاعنا. وشرحت أنا شنو هو مستقبل المصارعة متاعنا. مستقبل المصارعة متاعنا هي في الفنيات هذه. وقت اللي تشوف الجمهور القاعة ملقانة، وقلت لي معناها المصارعة من ضمن أقوى الرياضات في العالم، الميديا تجيك يعني الإعلام يجي ويصور، ليش؟ باش يشوف الاحتفال اللي يصير في المصارعة، معناها فيها فرجة، يعني كي تروح للمصارعة ما تندمش تتفرج. بعض الأحيان في دول معناها كي تكون فيه دورات ولا بطولات ما تلقاش تذاكر قبل أسبوع وقبل ثلاثة أيام وأربعة أيام ما تلقاش تذاكر عشان تخش للواحد. أنا معناها بفضل الله معناها رحت الخمس قارات ونشرف على البطولات في الخمس قارات، تروح على مثلا دول ما نحبش نسمي دول اللي احتمال ننسى دول أخرى، تروح على معناها عدة دول الكبرى تلقى 20,000 متفرج بالقاعة وأربعين وخمسين ألف عاملين لهم بيج سكرين، معناها البرة من القاعة خارج القاعة والناس تتفرج في المصارعة. يعني المصارعة اليوم هي وفي بعدة دول هي وكرة القدم تتنافس على المركز الأول، شكون يكون معناها اللعبة الشعبية الأولى. اللعبة الشعبية الأولى شفنا القاعة كيفاش اهتزت، يعني قاعة ملقانة. في الألعاب الأولمبية قاعة المصارعة لها الحق إلا في 10,000 متفرج يوميا، 10,000 متفرج يعني القاعة ملقانة والناس برا تترقب كيف يكون، يحاول يدخل يحاول كذا يحاول. يعني بصراحة رياضة المصارعة هاي مستقبلها، مستقبلها في فنياتها، مستقبلها في الجمال متاع اللعبة، وإنه رياضة المصارعة ضاربة في التاريخ. رياضة المصارعة أول رياضة أولمبية، يعني فيها جمالية كبيرة ياسر رياضة المصارعة. ونتمنى أن الناس عندها عشاقها وعندها كذا، ونتمنى الناس اللي تكتشف المصارعة تعشق المصارعة. نشوفوا حركة ثانية، نفس الشيء، شفنا كيفاش شال من الأرض، خذ الخطفة من الأرض، شوفوا عملية الخطف من الأرض والرفع، شوفوا عملية الرفع، وشوفوا عملية التنزيل مباشرة، شوفوا شوفوا اللاعب كيف نزل، نزل مباشرة في وضع الخطر. والحركة هذه حركة جميلة جدا وتستوجب خمس نقاط. نرجع نقول زي ما نشوف حتى الحكام كمان على طول مباشرة الرفع خمس نقاط، نرجع نقول الشروط والمعايير كلها متطابقة عليها، وضع وقوفا، وضع وقوفا، الحركة اللاعب الأحمر اللي بيخطف، الحركة جراند تكنيك، حركة فنية عالية، حركة فيها تقويسة عالية، اللاعب فيرتيكال رأسيا نازل ومباشرة نزل في الوضع الخطر، فهي فيها كل الشروط وكل المعايير اللي الحاج كمال حكى عليها في بداية الويبينار. بالضبط. وشوف حتى مباشرة الحكام والقاضي وكذا رفع مباشرة الخمس نقاط. مباشرة خمس نقاط.
شكرا على حضوركم. يمكن الآن نشوف بعض الأسئلة، إن شاء الله عنا الوقت عشان نجاوب. هي أغلب المحاضرات يعني متاع ساعة، ما تفوتش الساعة. احنا بفضل الله عملنا ساعة و15 و14 دقيقة، فهمتني؟ ويا ريت لو كان عندنا وقت كفاية، معناها نزيد نطول في الشرح، نشوفوا هو الأسئلة. ممكن تشوف الأسئلة شيء؟ ايوه شوف معاك معايا حق كمان في بعض الأسئلة في الأول، جت في الأول كمان بالضبط متاع الحركة اللي هي بنقطتين أزرق ونقطة أحمر والأجوبة متاعها، ولكن احنا الآن نحب، هل فيه شيء أسئلة فنية؟ في حركة، في سؤال من محمد دعوة من مصر بيقول بيسأل في حركات الجراند تكنيك، إذا حصل اللاعب المنفذ على جميع نقاط التنفيذ الخاصة بالجراند تكنيك، يعني شال من الأرض وأسفل اللاعب المخطوف أعلى الصدر وعمل كوبري عالي بيه، لكن اللاعب المخطوف دار لأعلى بشكل عمودي لكن نزل على الصدر، فكم تكون درجة التقييم؟ أعتقد الحاج كمال يعني شرح الموضوع ده في فيديو، لأن الأسئلة كانت قبل الفيديوهات. في طبعا هي تستوجب أربع نقاط، إذا كان اللاعب نزل فما نزلش على الوضع الخطر. بالضبط. احنا يعني ان شاء الله نكونوا، معناها في سؤال هنا بدر الدين من تونس بيقول لو كانت عملية استبدال الاعتلاء بعد الوضع الأرضي المفروض ياخد نقطة ولا لا؟ ممكن فهمش السؤال، لو كان عملية استبدال الاعتلاء بعد الوضع الأرضي المفروض ياخد نقطة ولا لا؟ يمكن يقصد الوضع الابتدائي، إذا كان في وضع ابتدائي واللاعب حاطط ركبتين على الأرض والإيد على الظهر وقدر اللاعب اللي تحت يعتلي خصمه، يعني يستبدل الاعتلاء، ياخد نقطة ولا لا؟ شوف، كل حركة فيها نقطتين وكانت فيها عملية استبدال فهي فيها نقطة. يعني عملية النقطة متاع الاستبدال ما تكون إلا كانت قبلها حركة بنقطتين. يعني ما يمكنش مثلا تكون في حركة واحد خذا خطفة، ولكن الخطفة هذه يعني كما نقولوا احنا ريسك، واللاعب الثاني لف وراه تدي فيها نقطة، هذه ما يمكنش فيها نقطة. لأن عملية الاستبدال تكون لما يكون في حركة بنقطتين تكون فيها عملية استبدال وراها مباشرة بنقطة، أو مثلا صارت في حركة بنقطتين والثاني بعد الحركة، يعني زي البرمة كما قلنا السنتير أون بون، يعني فهمتني ولا شيء، تكون فيها وهو لف وراه، يعني تكون فيها نقطة. هذه الحركات اللي تكون فيها النقطة. في كمان حميد، ونحب نشكر بدر الدين على المشاركة، لأن ظل أول تونسي شفته يشارك، مش عارف فيه توانسة قليل ولا، نشوف من الجزائر، نشوف من مصر، نشوف من السعودية، نشوف من العراق، فهمتني؟ أغلب الدول. أنا عندي العدد الحمد لله كبير. في كمان حميد وهنا بيسأل بيقول إذا اللاعب قدر يعمل ريفيرز يطلع من وضع الأرضي وهو اللي يعتلي، هل تتحسب له نقاط حتى لو جلس على المقعدة وهو بيلف، عمل ريسك يعني وهو بيلف؟ شوف، أي حركة فيها ريسك مباشرة توقف، ما يمكنش حركة فيها ريسك وانت تخليها تواصل. يعني كيف لاعب يعمل ريسك ما يخوش، ما يتحصلش على نقاط، واللاعب الثاني يعمل مثلا ريفيرس وراه وياخذ نقاط. اذا كان صاحب المبادره وصاحب الخطفه عمل ريسك، هل ممكن انه بعد الريسك فيه نقاط؟ بعد الريسك ما فيش نقاط، لابد في الحاله هذه اذا كان فيه ريسك وهو طلب انه فيه ريسك، شافها انها ريسك وطلب الريسك وجاته يعني المصادقة من عند رئيس البساط فهو ريسك، وبعد الريسك ما فيش نقاط. هو في الرول بوك في كتاب القانون للاتحاد الدولي بأن دايما ما عاقبش أبدا اللاعب المهاجم على مجازفته لتنفيذ حركة. بالضبط بالضبط بالضبط.
إذا كان أنا اليوم نعمل ريسك والقانون يشجع عشان إذا كان ما فيش ريسك ما فيش مصارعة، ضروري أني نعمل ريسك. وإذا ما في إذا ما فيش ريسك ما فيش مصارعة، كيف أنا نعمل ريسك وأنا اللي نتعاقب بعدها بالنقاط؟ هذا اللي يقول القانون. أيوة. في سؤال كمان بيقول عند الخروج من البساط عند حافة الزون، إذا اللاعب وقف قبل خروجه رجله تماما من البساط كان بيهرب، وبعد كده وقف قبل الخروج، وقف قبل ما يخرج من البساط، توقف واستمر اللاعب المهاجم في السيطرة، وبعد كده اللعيبة خرجوا، يعني هو كان اللاعب كان بيحاول الهروب ولما وصل عند الزون توقف لفترة واللاعب المهاجم فضل محافظ على السيطرة وبعد كده اللعيبة خرجوا، فهل ده يعتبر هروب من البساط ولا خروج عادي بنقطة واحدة؟ شوف، إذا كان عملية الهروب تكون هروب متواصلة، يعني هربان والحكم ينبه عليه يقول له مثلا ستو اتنشن زون او كذا، ومن هو جاء عند الزون وقف ما طلعش، اذا كان ما طلعش من الزون هل يعتبر هروب؟ اللهم هروب من الخطفه، اذا كان من وسط البساط وهو هربان من الخطفه، اما عامل بلوك ويرجع هربان، اما اذا كان الاثنين كانوا متلاحمين والثاني بيرجع وراه هربان ولكن جاء عند الزون وقف، هذا الشيء يعتبر لاعب سلبي بسيط، ما فيش عملية هروب، يعني تعتبر سلبية، يعني مش يستوجب عليها ترفع السلبية، أما ما يستوجبش عليها أنك ترفع الإنذار مثلا والنقطة ولا كذا، إذا كان هما في عملية الالتحام، إلا في صورة ما إذا كان عملية هروب من الخطفة أو كذا. لما يجي اللاعب على الزون معناه هرب شوية وجاء وقف على الزون واللاعب الثاني ما قدرش أنه يطلع اللاعب الهربان هذا يطلعه من الزون، ولا طلعوا الاثنين في نفس الوقت مع بعضهم، فلابد الحكم هون يستنتج بين اللاعب الأول اللي حط رجله برا عشان يدي النقطة للاعب الثاني. سؤال هنا كمان من سيد حمدي من مصر. أيوة. سيد حمدي بيقول هل يشترط المصاحبة لاستكمال الخطفة؟ هل لازم اللاعب اللي بيخطف يستمر في المصاحبة للنهاية عشان الخطفة بتاعته تتحسب ولا لا؟ شوف القانون بالفرنسية شنو اللي يقول؟ يقول لابد انه اللاعب يكون كنترولي دوميني، يعني سيطرة مسيطر ومرافق للاعب، يعني عامل على اللاعب مسيطر عليه وعامل عليه يعني كنترولي اي دوميني، يعني مسيطر عليه ومرافق اللاعب، ما يمكنش انك تاخذ خطفه ترمي اللاعب من فوق لتحت من غير ما رافقته من غير ولا شيء، وكم تاخذ عليها من نقطه، فهمت كيف؟ يعني اذا باش تاخذ الشروط نتاع الخطفه الكامله انك تاخذ مثلا سيدي نعطيه عمليه اعتلاء، تاخذ اللاعب تمسكه من ايده وتلف وراه، ولكن اثناء اللي باش تلف وراه وتجلسه هو سقط وقف معاه، فيها نقاط ولا ما فيهاش نقاط؟ ها شريف معايا؟ فيها نقاط طبعا حق. لا فهمني بالضبط. قلت لك من وضع وقوفا امسك اللاعب من ايده مثلا لفه وحب ينزل به لتحت، اللاعب نزل لوحده وعاود رجع وقوفه، فيها نقاط ولا ما فيش؟ لا ما فيهاش نقاط، طالما ما فيش سيطره ما فيش نقاط. بالضبط، الله ينور عليك. يعني لابد في القانون واضح يقول لك لابد يكون متابعه وسيطره، فهمتني؟ اذا كان انت ماكش متابع اللاعب وما سيطرتش عليه، تنجم تكون ثمن فيه المتابعه وما فيهش السيطره، مثلا انك خذيت اللاعب ولفيت وراه ونزلته وانت منزله وانت وراه وهو نزل للارض وانت وراه وبعدين هو وقف لانه ما كانتش فيه سيطره، كانت فيه معناها متابعه وراه نزلته ومتابعه، ولكن بعدين ما فيش السيطره ولكن هو نزل وانت نزلت معاه، فهي فيها نقاط، فهمتني؟ ولكن
بالضروره اللاعب لابد يكون معناها اللاعب الثاني مرافقه. هو سيد يعني سيد حمدي اعتقد ان هو السؤال بتاعه بيتكلم عن حركه يعني حصلت اكتر من مره ان لاعب نفذ حركه وهو من وضع وقوفا والقى بخصمه يعني في وضع خطر وهو واقف على رجله القى خصمه تماما وسابه نزل في الوضع الخطر بدون ما هو ينزل معاه وهو واقف سابه بعيد خالص كده. وفي بعض الحكام بتلغي النقاط بتاعت الحركه لعدم المصاحبه. بالضبط شوف، لانه العمليه هذه انا باش نقول لكم كانت مره في بطوله عالم والله مش عارفين على ظن في المجر 2005 او بعد، فهمتني؟ كانت خطفه لاعب شال وراح باللاعب وهو شال على الزون ومن الزون رماه رمي، فهذه تعتبر خطفه يعني فيها قله احترام للاعب، سوء سلوك، سوء سلوك وضد الروح الرياضيه. يعني عباره في ينجم يكون لاعب بطل اولمبي ولاعب قوي جدا يلعب مع لاعب من دوله معناها ضعيفه، معناها لاعب ضعيف من دوله معناها من مش قويه في المصارعه، مش قويه في المصارعه، وياخذ اللاعب ويعمل به معناها عمليه معناها متاع استعراض، ياخذ اللاعب ويمسكه ويرميه. فهذه معناها القوانين الدوليه تحرم الحركات هذه، ولذلك ليش في القانون موجود يقول لك ضروري انه يكون اللاعب مصاحب للاعب اثناء الخطف. في كمان محمد الصهباني من اليمن بيسأل، ما زالت عنا 3 دقائق بالضبط لان في ناس بعدنا عندها أسأل. ولهذا لازمنا نخلص نسال بسرعه. بيسال على التعديل الجديد في وضعيه الاتصال بالنقاط، هل بالنسبه للكوع هل ده تم اضافته للقانون لكتاب القانون ولا لسه؟ بالضبط موجود في كتاب القانون، واللي يقرا كتاب القانون باش يلقى الكوع موجود في كتاب القانون، واللي يتسمى بالانجليزي إلبو، صح ولا لا؟ صحيح بالضبط. القانون موجود معناها في الكتاب. لاعب واحد بيسال معاذ الزهراني بيقول اذا كنت في وضع الارضي في وضع الدفاع الارضي واللاعب خرج من الزون هل يخسر نقطه ولا لا؟ شيء طبيعي يخسر نقطه حكم انه طلع وهو في الوضع الارضي، يعني في الوضع الارضي هو جالس او هو على صدره، على صدره. اذا كان في الوضع وهو اثناء الخطف الخصم بتاعه حاول يخطف وعمل الحركه وهم طلعوا الاثنين برا ما فيهاش نقاط هذه واضح. اما اذا كان هو جالس وطلع في الوضع الارضي فيها نقطه ولا ما فيهاش؟ طبيعي فيها نقطه. اما اذا كان على صدره وهو طلع وهم اثناء الحركه وحاول اللاعب المعتلي انه ياخذ برمه او شيء وطلعه ما فيهاش نقاط، هي ليس خروج وقوفا ما تستوجبش نقطه، واحنا نعرف اللي الخروج كيف يكون وقوفا هو اللي يستوجب نقطه، او انسان في اثناء محاوله متاع حركه وهو جالس ويطلع برا، اذا كان هو جالس وطلع ايده وراه يعني وكسر تحت التسعين درجه تكون نقطتين، وإذا كان هو طالع وهو جالس في حركة ويطلع مباشرة برا من غير ما معناه كان فيه تركيز بالإيد ولا كذا فهي نقطة نتاع الخروج برا. ويظهر لي أستاذ شريف نكتفي معناها بالأسئلة لغاية كده فهمتني، ونحب كل صدق نشكر الناس اللي شاركت ونشوف قدامي يعني عندنا 74 مشارك اليوم، معناه عدد في بعض الاوقات كان العدد وصل فيه ل 88 مشارك، في اعتقد في ناس الانترنت عندها بيقطع ويدخل، لكن العدد وصل في بعض الاوقات ل 88 مشارك. يعني هذه بدايه مشرفه بصراحه اذا كان وصلنا 88 في البدايات، ونشوف يعني حوالي 92 سؤال فهمتني، يعني الناس بصراحة مهتمة وناس يعني مركزة في المحاضرة، ونشكرهم وإن شاء الله نواصل
بالكيفية هذه، ونواصل يعني كل المحاضرات، وإن شاء الله يزداد العدد أكثر وتستفاد الناس أكثر. ونشكركم، وإن شاء الله لقاءنا الأسبوع المقبل يوم السبت في يوم 15 أغسطس في نفس الميعاد إن شاء الله. نفس الميعاد إن شاء الله، صحبة المكون لجنة التطوير بالاتحاد الدولي الأستاذ شريف حلاوة، وبالتوفيق ومشكورين، وتصبحوا على خير، وشكرا. شكرا جزيلا للجميع. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة.